احنا الان في منطقة عين الشق مدينة الدار البيضاء، منطقة عين الشق واحدة من المناطق القديمة على صعيد العاصمة الاقتصادية. جينا لهنا لهذه المنطقة دي باش نعرفوا علاش تسمات عين الشق بهذه التسمية هذه، ايضا باش نعرفوا اهم المعالم اللي تتوجد في هذه المنطقة دي. اجي نشوف. اختلف الرواد حول أصل التسمية ما بين عين الشق وعين الشوك. عين الشق تحسب على واحد العين، كانوا كيقولوا في واحد الشق هنا قرب البريد الحالي، قرب البوسطة، كيقول احنا البوسطة في الدرب القديم. والرواية الأخرى كتقول عين الشوك، والأرجح بأن عين الشوك لكون الأرض كانت فيها مجموعة ديال النباتات شوكية، وفي الترجمة الفرنسية ترجموها الفرنسيين بأن عين الشوك، وجرات هذيك التسمية تولت الحومة اللي تبنات، الحومة اللي تبنات تقريبا 46 كانت جاهزة لإيواء واحد المجموعة ديال السكان ديال في إطار البرنامج ديال التوسعة ديال اللي داروا دار بروست للدار البيضاء، على أساس تكون هي ملجأ ديال الإيواء ديال سكان مدن الصفيح وديال الناس اللي كانوا كيعملوا مع القوات الفرنسية ومع الجيش الفرنسي. إذن أشني الرواية اللي مرجحة، واش هي عين الشق ولا عين الشوك؟ الرواية المرجحة هي عين الشوك، الاعتماد على أن الأرض كان كيسكنها مجموعة ديال الفلاحين، مجموعة ديال الساكنة اللي هي الأصول ديال المنطقة، اللي هي هما ولاد حدو في الأصل، ياك ولاد حدو اللي هما خاضع القبيلة ولاد مسعود اللي هي تابعة الشاوية، هما اللي كانوا سكان هذه المنطقة هذه اللي هي كترتفع عن البحر بحوالي 200 عن سطح البحر 200 متر. إذن القبائل الأولى اللي استوطنت في أو اللي استقرت في عين الشق هما أولاد حدو. من غير أولاد حدو شكون كاين؟ اللي كنقول القبائل السكان الأولون، القبائل ديال عين الشق، القبائل سكان الأرض قبل التسمية، قبل التسمية كانوا أولاد حدو، أما من وراء التسمية فكانت هي أرض ديال استقبال ديال مجموعة ديال الناس مختلف قبائل مختلف المشارب اللي هما استوطنوا عين الشق، اللي سكنوا في عين الشق، ما كنقولوا استوطنوا، كنقولوا استيطان. هما السكان ديال عين الشق، السكان الاولين هما ولاد حدو، قبيله ولاد حدو، والساكنه الاخرى اللي هي سكنت في الحي ديال عين الشق الدرب القديم كما كيتسمى، عليه تسمات المقاطعه وعليه تسمات العماله، خليط ديال الساكنه، مجموعه ديال الساكنه بطبيعه الحال ملي كتكون الجيش الجيش الناس اللي العسكري كان خدام مع فرنسا، ليس فقط من المنطقه، راه كاين من الصحراء، كاين من رحامنه، كاين من دكاله، كاين من الشمال، المغرب كله هو عين الشق. كتلقى حاليا كتجمع نواه ديال المغرب كامل، الاصول ديال المغرب كامل كتلقى في عين الشق، جميع القبائل المغربيه دوك كتلقى في عين الشق الدرب القديم، مجموعه اصول، مجموعه كاين تمازج ديال القبائل. وهاد العين اللي هضرنا عليها سواء عين الشق ولا عين الشوك، واش باقا هاد العين ولا لا؟ اثر للعين كمنبع، كنبع لا اثر لها في الوجود ديالنا الحالي، امام الزحف العمراني، امام الطغيان ديال الحضاره وديال تغير مجموعه ديال المعالم الطبيعيه، كواد بوسكوره مثلا ما بقاش كنلقاو في الدار البيضاء، كذلك عين الشق ما بقيناش لا اثر لها كمعلمه يمكن نمشيو نزوروها مثلا، ولا نقولوا هذه العوينه حنا غنمشيو نزوروها، على غرار عوينه الصابون كذلك، على غرار عوينه الصابون دابا راه تمحات مثلا. البعض يقول بان كان المستعمر الفرنسي يدير واحد البراج في عين الشق، يعني الداخل اللي ما كانش براج، هذيك عين الشق كانت نقطه ديال القامره، القامره كانت في عين الشق قربها حاليا في هذا الملتقى ديال طريق مديونه مع شارع محمد السادس مع البانوراميك، كانت هذيك واحد النقطة ديال لازاريت كتسمى له لازاريت، اللي كانوا كيوقفوا فيها الفرنسيين، الجيش الفرنسي كان كيوقف الوافدين على الدار البيضاء، بحال دابا كان بحال كان حجر صحي، كيقلبوا على الناس اللي مراض وكيداويهم، كيحيدوا الحوايج ديالهم، ياكل كيبدلوا لهم ديك الملابس ديالهم قبل ما يدخلوا للدار البيضاء، حتى كيديزانفكتاو كيتعقموا كيتعقموا عاد باش يدخلوا عاد باش يدخلوا للدار البيضاء. المرسي كان معلمه من المعالم الكبار ديال المرسيات اللي هما في المستوى عالي، كمرسي سنترال في شارع محمد الخامس، ومرسي ديال الوزيز، والمرسي ديال باب مراكش، كان تحفه، الفوق ديالو البلافون كان بالزجاج العراقي، وكيعطي مع لي ريون ديال الشمس كيعطي واحد المنظر بالخضر والزرق والصفر، وداك الشيء كيعطي لدوك الخضره كتبقى يعني تبغي غير تشوف داك المنظر ديال الديكور ديالو. كانوا عازلين مالين الخضره بوحدهم، ومالين السمك بوحدهم، ومالين الجزاره بوحدهم، ومع الدخله كان واحد الهري كبير اللي كيبيع جميع المواد الغذائيه للناس باش اللي يتقدى بلا ما يمشي يتعدى يشري الدقيق والزيت والسكر وداك الشيء من الباب ديال المارشي.
الهوية ديالو أنه في 20 محل ديال تكزرت من 1 حتى 10 ومن 10 حتى 20 فيهم جزارة واللي كيبيعوا لزابا واللي كيبيعوا لفولاي داكشي المذبوح وفيه 4 ديال لي شومبر فرواد هاد المحل وهاد المحل وكاين 4 وكاين واحد الرون بوان غتدخلوا ليها دابا غتشوفوها صغيرة ديال صحاب لي زويتخ وهذوك 8 ديال المحلات اللي غتلقاهم تما ديال لي بواسوني ديال مولي الحوت هذه الهوية ديال السوق تمنى هاد السوق 1942 تقريبا تمنى مع المسجد مع المسجد ديال عين الشق مع الحمام وتمنى والسوق ديال الخضرة كاين التصميم ديالو كان وراه هاد المارشي غيكون ولكن حيت ديك الساعة السكان ما كانوش قلال خلاو سمحوا باش يكون فيه خضارة وجزارة وهاد المسائل وسميتو هذا هو السوق ديال عين الشق الأصيلي بدا هي المطحنة ديال عين السوق أول مطحنة ديال عين السوق اللي كانوا جميع النواحي ديال عين السوق كيجيو لها من ولاد حدو وكيجيبو ربطو هنايا الحمير ديالهم وكيطحنو الزرع ديالهم هذا كيمشي ومن بعد ما بقاتش مطحنة ولات كطحن غير الكامون خاصة بالكامون كطحن الجميع العطارة ديالنا كتصيفط لهم الكامون ودابا مسدودة واللي مقابل معنا هي القهوة ديال سموح هاد القهوة ديال سموح كان داير بها القصاب وكيبركوا الناس هنا هي المقهى الوحيدة اللي كانت في عين الشق ومن اللي مشات ما بقات حتى قهوة في عين الشق كلشي نازل ديال عين الشق ولا هبطوا حتى لدرب السلطان مما يميز عين الشق كمعلمة وعندها تاريخ وعندها تأثير كبير هو المسجد العتيق ديال عين الشق اللي حنا كنتواجدوا دابا الخلفية ديالنا هذا المسجد اللي كان المؤسس ديال المهندس ديالو إدمون بريون بطبيعة الحال اللي كيدخل اللي تبنى في إطار ديال عين الشق ككل في إطار عين الشق الحي اللي كنسموا الفرنسيين كاللي استقبل المواطنين تهيئ المسجد نظرا للأساسية ديالو الدور الروحي ديالو الساكنة واللي كيبين كيكون مكان ديال التجمع وديال النقاش وديال العبادات وديال هنا هذه هي المحكمة العبرية اللي كانت يجيو اليهود كيجيو من المدينة وكيدعوا في هذه المحكمة هي الخاصة في الدار البيضاء ديالهم ومن بعد عاد تحيدات هذيك المحكمة العبرية في بداية ديك 63-64 ما بقاتش وولات محكمة السداد ومن بعد ولات ديال السجل العدلي اللي جميع بيضاوة كانوا كيجيو ياخذوا السجل العدلي من هنايا أسماء الرياضية ودازو على اللي كاين من في الاتليتيزم داز كاين عندنا جلاها كاين عندنا بشعيب كانت سمو ليها المالوسي هذيك كانت راه عندها كان السباعي السباعي ما بقاش قاعدة دابا الان كانت كدير السباعي وبطلة ديال افريقيا كانوا عندنا لي صحاب السيكليزم كان عندنا الشهاب كان عندنا سمو ليه الروبيو كان عندنا عدد عاد البوكسورات ما نهضروش عليهم واحد جوج اخوان ولاد النصرانيه راه دابا راه غبروا كان عندنا حسن توفيق وافق وعدد ديال عاد كان عندنا بالنسبه للرياضات جميع الرياضات كلهم اللي خلق الله كلها كانت في عين الشق الرغبي والكرة اليد كرة القدم كرة السلة جميع الرياضات دازوا هنا في عين الشق كامل هذا البريد ديال عين الشق اللي كانوا كيتسموه بوسطه ديال عين الشق حتى لهاد الديور اللي كيتسكنوا فيها هناك كيقولوا لهم مدرب البوسطه وهاد البوسطه هذه كانت سميتها البريد والمواصلات السلكيه ولا سلكيه هذا هو الاسم الاول اللي كان عندها السلكيه ولا سلكيه كانت هاد البريد هذا كان هو الوحيد في المنطقه اللي كانوا كيجيو من سيدي عثمان وبنمسيك وسباته كلهم دوك لي روتريتي والناس اللي كيجيو من سيماندا كيجيو لعين الشق يديروا الصف باش يتخلصوا من هنا ما كانت حتى بوسطه في سباته ولا في سيدي عثمان نحن امام مقر مقاطعه عين الشق الحالي
هذه المعلمه اللي تبنات سنه 1930 على يد المهندس بيرولياز، كانت مقر ديال الحرس المتحرك لاغارد موبيل فرونسيز، من بعد تحولات كوميساريه، ضمت الى عين الشق سنه 45 بالضبط 13/7، ومن ثم بقات هي المحور ديال عين الشق، على ترتكز المقر ديال كانت مقر ديال العماله، كانت مقر ديال البلديه، حاليا هي مقر ديال الجماعه ديال عين الشق عبر الامتداد ديال الكبير اللي مشى حتى سيدي معروف. متتبعي قناة أنفاس بريس، مهما اختلف الرواة واش هي عين الشق ولا عين الشوك، ولكن الاسمان يدلان على منطقة واحدة، منطقة تزخر بالتاريخ في أكبر مدينة بالمغرب. إلى اللقاء في حي آخر مع تسمية جديدة إن شاء الله.